ده انا هيتقفل الباب في وشي ومن مين؟ من عيل صغير كمان كده. انتوا اعلنتوا الحرب، هو ابوه اعلن الحرب خلاص. خلصت ابو الالماس، اصحى يا اخوان انت نايم، الحرب بدات خلاص. يابا كده بس متعصب كده ليه؟ الحق ابوك ابو الالماس، ابوك تاني كرامته راحت خلاص. ومنين؟ من عيل صغير كمان، بس رك مش عليه، رك على ابو اللي حيله. ان بعد الظن اسمي يابا، مش ممكن يكون الولا ما خدش باله منك وانت طالع على السلم ولا حاجه؟ وحتى لو الولا قصده يقفل الباب في وشك، ايش عرفك الا ابو اللي حيله بس؟ ان بعد الظن اسم اتقي الله. انت تقعد ساكت خالص يا عم الشيخ وحضر لي اي قماشة بيضة عشان لو خسرنا نبقى جاهزين، اهم حاجة. وانت داخل عامل حسابك على الخسارة؟ يا ابني الحرب كبيرة ولازم نبقى عاملين حسابنا على كل صغيرة وكبيرة. حرب ايه بس يابا، ده احنا اهل وجيران وحقوق الجار في الاسلام كتير، استهدى بالله بس. لا لا الا الله، بس هي خلصت خلاص، الحرب ابتدت بداية وملهاش نهاية. يابا حقوق الجار في الاسلام الاحسان الى الجار قولا وفعلا. قولا وفعلا؟ طب اطفي النور عليا وانا طالع على السلم، ده بقى البيت كله زي ما تقول بيلعب استغماية. اللي قاعدين في الدور الاول يطفوا النور لما يشوفوا ويسمعوا ضربة خطوة حد من اللي طالعين فيه، واللي قاعدين في الدور الثاني يطفوا النور لما يشوفوا ويسمعوا ضربة خطوة حد من اللي طالعين فيه، واللي قاعدين في الدور الثالث هكذا، والدور الرابع هكذا، والدور الخامس هكذا. اللي صعبان عليا يا عيني اللي ساكن في الدور الاخير، مش عارف يطفي النور على مين يا عيني، صعبان عليا قوي 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 يعني. يا حقوق الجار في الاسلام حمايته وتامينه. حمايته وتامينه؟ ده انا هنادي لاخوك الصغير حالا واقول له اول ما تشوف او تسمع ضربة خطوة حد من اللي قاعدين فينا اطفي النور على طول، واقفل الباب كمان في وشه. ما عندناش لمبة سلم اصلا. ايه ده؟ اتحرقت امتى اللمبة دي؟ ما اتحرقتش، انت ما جبتش لمبة سلم قبل كده اصلا. طب لو هجيب لمبة سلم مخصوص عشان اطفيها وهم طالعين وهم نازلين، وايه ده لما يطلعوا وايه ده لما ينزلوا؟ عشان يعرفوا بس اللي احنا بنطفيها وهم طالعين وهم نازلين. الغرض اذية ليس غيره. احنا اللي في الدور الاخير يعني محدش هيطلع وينزل علينا. عشان كده ما ركبتش لمبة سلم متهيألي، يعني انا كده صعبان عليا نفسي. ليه؟ مش كنت بقول اللي صعبان عليا يا عيني اللي ساكن في الدور الاخير، مش عارف يطفي النور على مين يا عيني، صعبان عليا قوي 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 يعني. اه شفت بقى؟ عادي، الاذى مفيش اسهل منه، هفكر لهم في حته اذى ملوش حل. طب ليه بس الاذى؟ واديك قايل بنفسك ان الاذى مفيش اسهل منه، انك تبقى وحش مفيش اسهل من كده، لكن من الصعب انك تبقى محترم وماشي بما يرضي الله، وكمان من حقوق الجار ستر عورته وحفظ سره ومشاركته في الافراح ومواساته في النصايب والاحزان وتلبيه دعواته وزياراته في الظروف الطبيعيه وعيادته في حاله المرض وتفقده وتلبيه احتياجاته عندما يفقدها مع القدره على ذلك، ومنع الاذى عنه بجميع الصور. منع الاذى عنه بجميع الصور، ده حاطين زباله على السلم ريحتها استغفر الله العظيم، بقيت وانا طالع على السلم وانا نازل على السلم نازل وطالع كده. وكمان من حقوق الجار مساعدته في حل المشاكل وايقاظ المال ان طلب مع القدره على الايقاظ والسعي في الاصلاح بين الجيران المتخاصمين. والسعي في الاصلاح ما بين الجيران المتخاصمين؟ هم دول جيران يا ابني؟ دول عصابات وكل واحد بيخطط يأذي التاني ازاي؟ مع انهم اهل كمان مش بس جيران. وكمان من حقوق الجار تعليمه العلم الشرعي ومصاحبته الى المساجد ومصاحبته الى مجالس العلم وحسن الظن به ورد الغيبه عنه ومبادرته بالسلام وتشييع جنازته عند الموت. وتشييع جنازته عند الموت بس هم يموتوا بس؟ يموتوا بس ونعمل حته فرح ما حصلش من هنا لاخر الشارع. وكمان من حق الجار الصبر على اذى الجار وفضل الاحسان الى الجار. الاحسان الى الجار فضل عظيم في الشريعه الاسلاميه، وقد امر الاسلام معاه حقوق الجار بالإحسان إليه وعدم إزائه، بل قارن الإحسان إلى الجار في القرآن الكريم بالأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وبالإحسان إلى الوالدين. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجانب والصاحب بالجانب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت انه سيورطه. ونهى النبي عن ازاء الجار، بل جعل ازاء الجار من الافعال التي تعد نقصا في ايمان المسلم، فقال عليه الصلاه والسلام عليه افضل الصلاه والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يؤمن جاره بوقائه. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، انا لله وانا اليه راجعون.
ده الواحد ظلم ظلم لجانه، ده الواحد لازم يتوب عن اللي هو بيعمله، استغفر الله واتوب اليه. طب هو في انواع من حقوق الجيران؟ وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام الجيران ثلاث: جار له حق واحد وهو ادنى الجيران حقا، وجار له حقين، وجار له ثلاث حقوق وهو افضل الجيران حقا. فاما الجار الذي لا حق واحد فالجار المشرك لا رحم له ولا حق الجوار، واما الذي لا حقين فالجار المسلم لا رحم له ولا حق الاسلام وحق الجوار، واما الذي لا ثلاث حقوق فجار مسلم ذو رحم له لا حق الاسلام وحق الجوار وحق الرحم، وأدنى حق الجوار ألا تؤذي جارك بقدر قدرك ألا أن تقدح له منها. يعني الجيران اللي قريبنا في البيت دول ليهم ثلاث حقوق؟ ده احنا بناكل في بعض يا جدعان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. طب هو في أنواع من الجيران؟ ولو في انواع ازاي التعامل معاهم؟ ايوه، انواع الجيران والتعامل معهم: الجار المسلم السني صاحب الدين والخلق والطاعه تجب له جميع حقوق الجوار التي سبقت وذكرناها. وهناك من الجيران من ليس هذا حاله، فتتعدد انواع الجيران من حيث الطاعه والديانه. ومن هذه الانواع مما ياتي: صاحب الكبيره اما ان يكون مرتكب لها ولكنه لا يجهر بها بل يغلق بابه على نفسه، وهذا الجار مرتكب الكبيره على جاره ان يعرض عنه ويتغفل عنه، ولا على جاره حق النصح إن أمكن، وذلك بأن ينصحه ويعظه بالسر وليس أمام الناس. وأما إن كان الجار صاحب الكبيرة مجهرة بها فلها على جار حق أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فإن استمر على حاله على جاره أن يواجره هجرا جميلا. الجار الديوس هو قليل الغيرة، ومن كانت النساء من أهل بيته على غير الطريق المستقيم، فهذا النوع من الجيران الأصل عدم مخالطة النساء لنسائه وأهل بيته، وذلك بسبب ما يعود من فساد على أهل بيته من مخالطة النساء الفاسدات. ويحرص الجار على عدم دخول منزل جاره الذي هذا حاله وحال نسائه، وذلك بسبب ما يعود من فساد على أهل بيته من مخالطة النساء الفاسدات. ويحرص جاره على عدم دخول منزل جاره الذي هذا حاله وحال نسائه، بل الأولى ترك جواره واعتزاله وقطع الود معه. وإن ألزم الجار جار الديوس بترك بيته فليفعل برفق ولطف. الجار اليهودي أو النصراني الحق على الجار أن يحسن إلى جاره اليهودي أو النصراني الذي يجاوره في بيته أو السوق أو البستان، فلا يجوز إزاء الجار اليهودي أو النصراني، ولكن الأصل عدم البدء بالسلام عليهم، فإن سلموا يرد عليهم بقول وعليكم. طب هو يعني إيه جار أصلا؟ الجار هو الذي يجاورك مجاورة بيتا لبيت، والجار الشريك في العقار سواء كان مقسما لك أو غير مقسم، والجار الذي يجير غيره أن يؤمنه ويحميه مما يخاف، والجار المستأجير أيضا هو الذي يطلب الأمن والحماية من معاني الجار الحليف، والجار كذلك الزوجة ويقال فيها أيضا جارة، والجارة الدورة حيث قيل لا استقرها لللفظ الدورة. وكان ابن عباس ينام بين جارته أي بين زوجته، قال الأزهري: ولما كان الجار في اللغة محتملا لمعاني مختلفة وجب طلب دليل لقوله عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام: الجار أحق بصق به، فإنه يدل على أن المقصود الجار الملصق، واستئجاره طلب منه يحفظه فأجره. خلاص إن شاء الله من النهاردة إيه ده، من حالا مش هأذي جاري تاني بأي أذى ولا بقول حتى، وهدي لكل جار حقه في الإسلام بإذن الله، وأعمل زي كل اللي أنت قلت لي عليه بأمر الله. بأمر الله. شوف بيدقوا ويهبدوا ازاي، وانا مش عايز انام، مش هسيبهم. والولد ابنه اللي بيقفل الباب في وشي دوت مش هسيبه، هو ابوه مش هسيبهم. يا بدر انت لسه قايل خلاص ان شاء الله من النهارده ده من حالا مش هاذي جاري تاني، وهدي لكل جار حقه في الاسلام، واعمل زي كل ما انت قلت لي عليه بامر الله. يابا خلي عندك حسن ظن بالجار واتقي الله. يا ابني ده بيدقوا ويهبدوا وانا مش عايز انام. طب ايه المشكله؟ طب ما انت مش عايز تنام. لا انا عايز انام. طب ما انت لسه صاحي. لا انا عايز انام تاني، انت هتشاركني؟ ابا انت كده تتلكك يابا. ايوه ما انت دلدله بتطبل لهم. اتقي الله يابا. لا اله الا الله محمد رسول الله. مش قلت لك دلدله بتطبل لهم؟ ده انا هطلع اللي بيعملوه فيا فيك. اتقي الله يابا، مش هحلك النهارده، عامل لي فيها شيء. الله يرحم، يلا ناسي نفسك يلا. بلا يتقفل الباب في وشي. ومنين؟ من عيل صغير كمان. اصحى يا اخويا انت باين. انت باين. ده انا هتقفل الباب في وشي. ومن مين؟ من عيل صغير كمان. ده الدنيا باظت يا جدعان. ايه ده؟ ما تقول لي.
ده انا هيتقفل الباب في وشي. ومن ايه؟ من عيل صغير كمان كده. انتوا اعلنتوا الحرب، الحرب بدأت خلاص. اصحى يا اخوان انت نايم، الحرب بدأت وانت نايم. اصحى. لا لا اله الا الله، بس هي خلصت خلاص، الحرب ابتدت وملهاش نهاية. يا يوسف تعالى يا مني شوف حالك يوسف. يوسف عشان اخدك معاه النهارده ان شاء الله. ماشي براحتك. ليه ليه ليه؟ اه شفت بقى،